بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أريد أن أحدثكم اليوم عن سر، هو ليس سرا يعني هو مكشوف، بس يعني هذا الأمر وجد له الكثير من الناس سرا في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وكثرة أموالهم. سبحان الله، خلال هذا الأسبوع الماضي التقيت مع ثلاثة أشخاص. أذكر حادثة واحدة من هؤلاء، من عامة الناس صار معه ما صار مع عامة الناس من خسران ماله وفقد معمله، كان عنده معمل صغير في بعض المناطق المتضررة، فكان يسير في اتجاه يعني متسارع في النمو الاقتصادي، فجأة مع بداية هذه الأزمة انتكس وعاد إلى الصفر. والحقيقة يعني حدثني عن مآسي عاشها خلال فترة يعني هذه السنوات. ثم إن الله عز وجل ألهمه بعد أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من لزم الاستغفار لزم يعني استمر ولازم وداوى، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، يعني ومن بعض الهموم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق أي ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني واضح الحديث، ولكن الحقيقة هو في التطبيق. قال لي: والله أنا جعلت لنفسي ورد، خلص كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالاستغفار وسأل أي أحسن، أي صيغة للاستغفار أحسن، فقالوا له أنه سيد الاستغفار هو: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخره. وأيضا من صيغ الاستغفار قرأ أنه استغفر الله، الصلاة التي نستغفرها بعد الصلاة: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه ورد في الحديث الصحيح أنه من قالها ثلاثا طبعا وهو مقبل على الله، من قالها ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، المسلمين يزحفون إلى الكفار، هو بقى شو عمل؟ ريتيرن ورجع لورا، ترك المسلمين. تصوروا هذه، لو فتحنا كتاب الكبائر للإمام الذهبي نجد هذه الكبيرة من أوائل الكبائر اللي هي الفرار من الزحف. فهذا الاستغفار ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مع حضور القلب مع الله. هون القضية يا أخواننا، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فقال لي: بدأت بالاستغفار بهذه الصيغة، وجعل يستغفر الله عز وجل مو مرة ولا عشرة ولا مية. يعني قلت له، قال لي: والله كل من يراني يقول هذا ما أدري شو صار له، من كثر ما شافني حامل المسبحة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي، هيك مسبحة اثنين ثلاثة عشرة عشرين مية. قال لي: والله يحلف بالله، أنا رحت زرته في المعمل تبعه، معمله يعني ما شاء الله كان من أوائل المعامل الموجودة عندنا في
الشام أو بالمنطقة كمان حتى، هو كان عامل عادي عنده بعد شقوة العمر كلها أسس معمل صغير بمنطقة راح فيها وراح المعمل وراحت كل القضية. فقال لي الآن هلأ خلال أقل من سنتين، أقل من سنتين ربي سبحانه وتعالى أكرمه بإنشاء معمل من كبار البصانع الموجودة في الشرق الأوسط، ما شاء الله. كان ما شاء الله يعني عنده في المعمل 700 عامل، 700 عامل، هذول بس العمال اللي عم يشتغلوا تحت إيده. والله يا أخواننا هذا الشيء لمسته مو بس من أخ، أخ واثنين وثلاثة خلال هذا الأسبوع، فكأن الله ألهمني أنه خذ هالرسالة، هي هذه الرسالة ينبغي أن تبلغها للناس. ما في حدا من بيناتنا إلا وفي عنده هم، ما في حدا من بيناتنا نساء ورجالا إلا وعنده ضيق وعنده غم وعنده ضيق في ذات اليد. طيب ليش ما نلزم الاستغفار؟ ليش ما منصدق النبي عليه الصلاة والسلام ونلزم الاستغفار؟ مو بالله والله استغفرنا يا أخي، والله استغفرنا ما صار معنا شيء. أدي استغفرت والله 1000 مرة ما بيمشي الحال. بدك تستغفر مو على سبيل التجربة لنجرب الله نشوف نستغفر لنشوف شو بيعطينا ولا ما بيعطينا، بيفرج الهم ولا ما بيفرج، بدك تمك تستغفر لحتى يحصل المراد، لأنه المراد قطعا حاصل، بس هي مسألة وقت، مسألة وقت. فداوم على هذا الاستغفار. أحدهم شخص آخر قال لي عرفت السر الإلهي؟ قلت له شوها؟ قال لي المفتاح تبع باب السماء. قال لي أي شغلة بدي إياها، أي شيء أريده من الله بالاستغفار بدون أي شيء، خلاص حط بباله بده شغلة معينة، خلاص الاستغفار، بداوم على الاستغفار لحتى تتحقق. وقال لي أحيانا في أمور تتطلب، أحيانا بدأ أشهر لحتى تصير، الله عز وجل بيقضي ليها بأيام. والله يعني هنا نحن كنا نسمع قصة يذكرها مشايخنا عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام أهل السنة، مرة من المرات كان في طلب العلم فراح على مناطق بعيدة يريد أن يطلب العلم ويسمع من العلماء، فوصل إلى منطقة ما حدا بيعرفه، فصلى العشاء في مسجد والدنيا كان فيها برد شديد، فبعد ما خلصت الصلاة جلس في المسجد يريد أن ينام فيه، عم بيصلي، فأجا القيم تبع المسجد، تفضل خير، لو أنا بتفضل أنا مسافر، أنا رجل غريب، أنا ابن سبيل. قال له ما في مجال، نحن بنسكر، شو بيعرفني، بركي أنت كنت لص سرقت لنا الأشياء اللي موجودة بالجامع والحصر والسجاد. قال له لك والله أنا يعني مالي لص، أنا طالب علم. قال له أبدا ما طلع سيدنا أحمد، يعني ما في له مأوى، ما بيعرف حدا في هذه المدينة وهذه القرية. شحطوا القيم للمسجد هيك، دفش لحتى طالعوا برات الجامع وأغلق الباب وانتهى الموضوع. مين رأى هذا الأمر؟ فران يعمل بفرنه وبالخبز قبالة المسجد. تفضل بونش. قال له والله اللعوني من الجامعة. قال له تفضل تعانا طول الليل عندي فاتح المحل، بنيمك عندي وعود ارتاح والمحل دافي الفرن شغال وللصبح. فالإمام أحمد جلس عنده، كان طبعا في بداية طلبه للعلم، ما كان إنه الإمام أحمد بن حنبل. قال فوجده يستغفر الله عز وجل كثيرا طول هالليل عم يشتغل بالاستغفار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سيد الاستغفار، عم بيفوت الخبزة بالفرن ويطالعها، استغفر الله العظيم، ينشرها، استغفر الله العظيم. فقال يا هذا ما رأيتك تكثر يعني تزيد عن الاستغفار، كله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال والله يا هذا وردي من سنين ولقد رأيت له أسرارا عجيبة. قال له شو السر اللي رأيته في هذا الإقبال على الاستغفار؟ قال ما دعوت الله بشيء إلا أجابه، ما طلبت شيء من الله إلا حققه لي. قال له بس بيني وبينك في شغلة واحدة والله أنا عم أطلبها من الله وما كانت تتحقق. خير؟
قال له والله أسأل الله عز وجل منذ فترة من الزمن أن ألتقي بإمام السنة أحمد بن حنبل. فإمام أحمد بن حنبل قال له أنا أحمد بن حنبل وقد ساقني الله عز وجل إليك سوقا، طالعني كرفة من الجامع مشان أنت تشوفني وأنا أحمد بن حنبل. لذلك يا أخواننا والله الذي لا إله إلا هو هذا الأمر أقبلوا عليه، اجعله ورد يا أخي، اجعله ورد، اشتغل بالاستغفار، عندك أوقات تمضي هدرا، أوقات كثيرة، أوقات كثيرة لسانك لا يتحرك فيها، أشغله بالاستغفار. هلا كنا نحن أحيانا بمناسبات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نكثر من الصلاة على النبي، شيء جميل، بس الاستغفار دائما هو المقدم وهو الأولى. ليش؟ لأنه الاستغفار هو ممحاة الذنوب، وبقدر استغفارك وإقبالك على الله وصدقك في الاستغفار، صدقك في الاستغفار بقدر ما يغفر الله لك ذنبك، وحينما تغفر ذنوبك تتطهر من العيوب فيأتيك الله عز وجل من لدنه بالخيرات والبركات، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة واستغفار. فأنت العوائق اللي هي الخيرات التي ستنزل عليك شو اللي عم يمنعها؟ هو كثرة الذنوب، كثرة الذنوب. هلا بيجي واحد بيقول لك والله عم بدعي الله سبحانه وتعالى ما عم بيحصل الإجابة، والله صلي زمان عم بدعي بهالشغلة الفلانية. طيب أنت هل تعلم أنك سددت طريق هذه الإجابة بكثرة ذنوبك؟ بيجي واحد بيقول لك والله ما في عنا هالذنوب الحمد لله، ما عنا هالكبائر. هذه الكلمة لحالها تعتبر من الذنوب، هذه الكلمة لحالها من الذنوب. يا هل ترى، هل أنت إذا وقفت في الصلاة، إذا وقفت في صلاتك هل أنت مقبل على الله في الصلاة؟ هلا نحن صلينا المغرب، نحن برمضان كله كان درسنا في الصباح وفي العصر عن حضور القلب مع الله في الصلاة، الانشغال بالله في الصلاة عمن سوى هذا الخشوع، 60 درس تقريبا كلها تتحدث عن هذا، حتى نساوي دورة تدريبية للخشوع والإقبال على الله في الصلاة. هال5 دقائق نحن صلينا هلا صلاة المغرب، هل حضرت فيها مع الله؟ هل كنت حاضر القلب فيها مع الله؟ يعني من أول ما قلت الله أكبر تخاطب نفسك بأن الله أكبر من كل شيء، فينبغي عليك أن تنشغل به ولا تنشغل به من عنه بشيء. والحمد لله رب العالمين، الفاتحة هل كنت حاضر القلب فيها مع الله؟ الفاتحة سواء تبعك أو اللي قرأها الإمام، حتى بالسنة اللي صليتها بعدها شلون كان نسبة إقبالك على الله فيها؟ هل هي 100%، 90%، 70%؟ لما غبت كليا عن الله في الصلاة هذا أليس ذنبا؟ انشغالك بغير الله عن الله عز وجل في الصلاة أليس ذنبا؟ وانت عم تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، عم تخاطبه تقول له إياك نعبد، ايش انت كنت عم بيخاطب الله في الصلاة؟ والله كثير منا والله لما خاطب الله في الصلاة ولا حتى سمع ولا حتى شعر أن الله عز وجل يجيبه في الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي، شعرت بهذا؟ خطر على قلبك أنه الله عم يجاوبك في الصلاة؟ إذا ما كانت هيك صلاتك، معناتها صلاتك مو بدها بس 3 مرات استغفار، بدها أقدم منها على 20 مرة استغفار. النبي لي واحد ما عم نساوي كبائر، لا عم نشرب الخمر الحمد لله، ولا عنا روحات ولا جيات، هذه الصلاة لحالة تقصيرنا فيها يحتاج إلى استغفار. حتى استغفارنا بعد الصلاة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا ترى أنت عم تستغفر الله؟ استغفر شو معنات استغفر؟ يعني أطلب المغفرة من الله، يا رب أطلب منك المغفرة، سامحني يا رب. يا هل ترى عم يخطر على بالك أنك عم تخاطب الله؟ لذلك السيدة رابعة تقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار،
استغفار تبعنا بده استغفار. فهذا الأخ والله لمست منه صدقا، استغفر الله. بس شو اللي صار بقى هلا؟ هات يا دكتور شو صار بعد ما الله أكرمه وفتح عليه وقال لي ما عاد أعرف الآن يعني شلون بدي شغل الأموال اللي الله أكرمني فيها. نسي موضوع الاستغفار. فوالله لما صار عم يقول لي إنه أنا والله يعني صرت الآن أشعر بإني قللت، ما نسي نهائيا، ولكن قل عنده موضوع الذكر. هو عم بيحكي هالكلام عم يبكي والله، تنزل دموعه من عينيه إنه أنا قصرت، عم بخجل من الله إنه أنت تميت عم تستغفر لحتى الله أكرمك وعطاك، وهلا يعني تميت أصلي حتى حصل لي. فلما حصل لي قال لي لا إن شاء الله ما بدي يكون هيك. فعرضت عليه عدة أمور مشان يستدرك ما فات. الاستغفار يا أخواننا، رد برجع منقول ما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. أي هم، أي هم عندك، سواء على صعيدك الشخصي، في نفسك، في مالك، في جسدك، هي إن شاء الله تعالى بدي إن شاء الله أنا بلشت، أنا حقلكم بلشت بورد هلا إن شاء الله تعالى. وأرجو الله على عدة يعني على عدة أمور، وأرجو الله سبحانه وتعالى يقيني بالله أنه سيحقق إن شاء الله. أي شيء بيصيبك أكثر من الاستغفار مفتاح. مفتاح ما بيقول لك هذا مفتاح فلان، هو فلان مفتاحه الشغلة الفلانية. إذا بدك تنفتح عليك أبواب الخيرات إلزام. شو يعني إلزام؟ يعني كأنه مع الهواء والنفس، إلزم الاستغفار. إيه شو بدنا تمنا ماسكين المسبحة واستغفر الله سبحانه. والله بيحكوا عنا مجنون. نفس الكلمة حكاها الأخ، قال لي والله حتى بعض الناس يقولوا والله هذا فلان مشي حاله فقد عقله. في هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا الله حتى يقولوا مجنون، يعني أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا شو جن الزلمة. حتى في رواية المستهترين بذكر الله يعني وصلوا إلى درجة يعني الإكثار من ذكر الله. فهلأ خلينا يا شباب كل واحد على هو همه وعلى هو حاجته عند الله سبحانه وتعالى يكثر من الاستغفار. ما بدك تمسك المسبحة بدون مسبحة، لحالك شغل لسانك بس. سبحان الله هذه تسمى شو؟ المسبحة. شو يعني تذكرك بالتسبيح؟ تسمى مذكرة، تذكرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك أحد كبار أولياء الله الصالحين وهو على فراش موته رأوه يحمل المسبحة قالوا له هلا ما شاء الله حاملها خلاص أنت قلبك شغال بالذكر. قال شيء وصلنا به إلى الله فمن الوفاء ألا نتركه حتى نلقاه. شيء وصلت فيه إلى الله، الذكر، الذكر هو طريقك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر الاستغفار. فإذن نحن هلأ بعد الربع ساعة حكينا بدنا نأكد على الاستغفار بقدر همك وبقدر غمك وبقدر تسكر الأبواب ويوشك، افتحها بالاستغفار واستنزل الخير من السماء بكثرة الاستغفار. ما نحافظين الآية ما هيك بسورة نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان، هي أول واحدة إنه الله بيغفر لك ذنوبك بالاستغفار. ليش؟ لأنه أنت عم تطلب منه أنه يغفر لك وأنت صادق، مو بس لسانك شغال. إذا بدك لسانك يشتغل بس من هلأ بطلها، لا تذكر، لا تستغفر، بدك لسانك مع قلبك، هذا الهدف. عم تطلب من الله أنه يغفر لك، الله بيضيمة. إذا أنت عم تستغفر لأبيك، في الحديث الصحيح قال إن الله عز وجل ليستحي أن يعذب العبد بعد موته وله ابن في الدنيا يستغفر له. قال إذا مات أبوك وأبوك بتعرفه أنه يعني عم تستغفر له مقصر كان، قال الله بيستحي أن يعذبه. ليش؟ لأنك أنت عم تستغفر لأبوك. إن الله ليستحي أن يعذب عبده بعد موته وابنه في الدنيا يستغفر له. مو بس الله بيستحي عذبه، الله يرفع له الدرجة.
فقد ورد في الحديث إن العبد ليرفع درجة في الجنة بعد ما يموت، لأنه القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار اللي هي مرحلة القبر، فيرفعه الله في الجنة درجة، فيقول أي ربي بما هذا؟ ليش رفعوني؟ يعني ما أعرف أنا شو بساوي. قال إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك. يا سلام، والله لذلك الإنسان وقت بيعرف حاله إنه استغفاره لأبيه وأمه هو سبب في رفعة درجاتهما ويقصر، والله بيكون هذا يعني العقوق راكبه من فوق لتحت. بتعرف إنه لما بتستغفر لأبوك الله بيرفع له درجته، وتستغفر لأمك الله يرفع لها مقامها في الجنة ويخفف عنها العذاب ويصرف عنها العذاب وأنت مقصر. استغفر لك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا نوع من أنواع الاستغفار. أنا نصحته لهذا الشاب أنه بس يعني يكثر حتى ما يصير إنسان عنده حالة من الملل، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سيد الاستغفار، استغفار سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عم يعترف أنه كان من الظالمين. ومين؟ يونس نبي الله يلي اشتغل بالدعوة سنين ما حدا آمن فيه، قال لحاله بروح لعند ناس آخرين بركي بيؤمنوا على إيدي، فربنا سبحانه وتعالى حبسه في بطن الحوت لأنه سوى الأمر هذا من راسه، ما إجا الوحي، قال لحاله بروح لعند ناس تانين حاجتهم هدول مل قلبي منهم وهن ملوا مني. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شو هو كان عم يقول؟ لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، سبحانك التسبيح، إني كنت من الظالمين الاستغفار والإقرار والاعتراف. فلولا فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعدين شو؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. في هنالك غم أعظم من هذا الغم؟ واحد محطوط ببطن الحوت ولا حدا شايفه ولا حدا بيحسن يطالعه، والحوت ماشي في بطن البحر وفي يعني ظلمات البحر، وبالليل من الذي نجاه؟ الله ببركة استغفاره. اعلم بأن الاستغفار سبب للنجاة من كل هم وغم. والله في أخت أنا بتذكر حكت لي كمان الله أكرمها، يعني شو بدي أقولكم، يعني شيء لا يتصور، كانت أرضها بمكان، مات زوجها أبوها طلع لها القرنية متزوجة، مات زوجها ترك لها أولاد، مهم لح يطلعوها من الأرض، بعدين بده يستملكوها كانوا، بعدين تغير التنظيم ببركة الاستغفار. 6 أشهر تمت تستغفر الله سبحانه وتعالى، 6 أشهر تحولت الأرض من استملاك إلى تنظيم، شو بسموها التنظيم ما هي، فبنية اشتروا هالأرض تبعها عمروا عليها 3 بنايات صار عندها مليارات. احنا ما بدنا نحن يعني نقول والله مستغفر مشان الرزق بس، ولكن والله والله في خير سر الذي إلزم الاستغفار. يعني قد يكون واحد مو بشان الغنى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، هي واحدة بعد الله ما بيغفر لك يرسل كمان السماء عليكم مدرارا، والسماء هي وفي السماء رزقكم، فينزل عليك الرزق مدرار من السماء، مدرار مو نقطة نقطة حبال، مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هي في الآخرة كمان. لذلك وظيفة اليوم أن نداوم على الاستغفار، نداومها مو 100 مرة و20 مرة 50 مرة، خصوصا إذا كان هذا الاستغفار في وقت السحر، في الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له. أول وحدة
استغفر. هل من مستنصر فأنصره؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يؤذن الفجر ويطلع الفجر؟ معناته أول شيء الاستغفار، بيغفر لك الله. وأنا سمعتها من كثير من علمائنا أن الإنسان إذا أراد شيئا من الله سبحانه في الدعاء، فبعد ما بيحمد الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب أن يحمد، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء بيطلب المغفرة، يا ربي تغفر لي، أو يستغفر. لذلك أغلب الدعاء تبع الأنبياء، على سيدنا سليمان ماذا دعا؟ قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بده يطلب شغلة كبيرة، ملك لا يمكن أن يحوزه أحد بعد سيدنا سليمان. سخر له الجن، وسخر له الجبال، وسخر له الطير، الدنيا كلها كانت مسخرة له تحت إيده. فقال هب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأطلب أول شيء الاستغفار، استغفر ربك، ثم بعد ذلك أطلب من الله ما تشاء. إذا كان الاستغفار في وقت السحر، ليش ما الواحد فيه إذا فيه له هم طاغي عليه كالجبال، وفيه له بواب مسكرة كلها ما عم ينفتح منها باب، وعنده يعني ضيق لا يعلم به إلا الله، إيه بيقعد بيمسك فلان وبيمسك فلان، والله يا أخي مشان الله دعي لي، والله هيك 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 صاير معي، يا ربي دخيلك شو ساوي ما بعرف، ورد بيمسكها، أدري شو صار معي؟ لا والله خير، رد بكرر له القصة من أولها لآخرها. لك بدل أنه تمسك فلان وفلان وفلان وتقعد تشكي همك لهم وهم عبيد مثلك لا يملكون شيئا، لا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ في غيره سبحانه وتعالى. عود معه، ليش مسكر على حالك الباب؟ افتح الباب وعود مع الله. أنا جليس من ذكرني، خصوصا إذا كان في وقت السحر، أقرب ما يكون العبد من ربه في الليل الآخر قبل الفجر، هذا أقرب ما تكون من الله. الأبواب مفتوحة مشرعة والطرق خالية، ليش؟ لأنه السالكين قلة، اللي بيصلي أول الليل أكثر، أما اللي بيصلي آخر الليل وبيستغفر وبيذكر الله في آخر الليل هم القلة. لذلك عود قبل الفجر بساعة، فز وقل له يا رب أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، وأنت عم تستغفر عم تخاطب الله عز وجل في قلبك وروحك وكل كيانك، وعم تطلب من الله أن يفتح عليك القضية الفلانية. تبع دعاء سيدنا يونس، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال دعوة ذي النون، دعوة ذي النون، يعني سيدنا يونس لا إله إلا أنت ذي النون يعني ذي الحوت، دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له. يا الله، يعني إحنا هلا عم نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ما عم بدعي، في لي حاجة بقلبي، بس أنا عم بكسر من هذا الاستغفار حتى الله يحقق لي هالحاجة اللي أنا في ضامرها بقلبي، هذا معنى. إذن يستغفر الله، وببركة الاستغفار الله عز وجل يكرمه بتحقيق المراد. مين جاهز؟ كلياتنا إن شاء الله. ما هي؟ ما فينا حاجات عند الله؟ أي شيء، شغل لسانك، عود لسانك بكثرة الاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من المستغفرين والمستغفرات كما ورد في الآية. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من المستغفرين.